لكن لو خلينا يعني نقول أم اختبرت المسيح وفعلا عم بتحس في شعور أو إحساس بالذنب إنه فشلت في تربية أولادها، شو العلاج؟ السؤال ده مهم لأن في ناس كتيرة قوي حاسة الإحساس ده أخ نزار. يعني يمكن تاخد وردة هدية كارت يوم 21 لكن تخلص التمثيلية ونرجع تاني لبقية الأيام تحس بفشل وضعف وإحباط وأنا ما عملتش أو أنا أو أنا. لكن أنا دايما بقول إن في رجاء، دايما في رجاء طول ما أنا لسه عايش على الأرض، طول ما أنا عندي نفس في رجاء. في رجاء إن أنا أتغير، والتغيير بيجي عن طريق قناعة. أقتنع الأول إن أنا محتاج أتغير. وربنا عنده دايما باب مفتوح وقلب مفتوح وغفران على طول وتأييد للقوة إنه بكرة يكون يوم أحسن من النهاردة. فالموضوع يحتاج إن أنا أدرك وإن أنا أخد خطوة إن أنا أصلي، أطلب غفران من ربنا الأول وأطلب إرشاد. ومفيش مانع أبدا أسأل ناس يساعدوني في كنيسة أو في اجتماع أو حتى بتوع المشورة، الناس المشورة.